ويطلع لنا اللون فونديشن موف. شفتي؟ الو ماما انا رايحه. 1 2 3. اوكي ما دارين بسم الله. ايش تقولي على المقدمة؟ في المقدمة انا دائما اغني لهم زي في المدرسة اغنيتنا، يعني لازم نغني لهم كل يوم. لا تكذبي والمتابعين معايا. لا تكذبي، انا شوف حلقاتك والله ما تغني كذابة. قلت دحين حنغني ولا ايش؟ شوف الدخلة اللي حتدخلها. هي غشش، انا دخلت بكرسي كذا. هاي جايز، كيف حالكم؟ شخباركم؟ يلا تكونوا كويسين. معاكم ران. في فيديو اليوم راح نسوي مع بعض تحدي كثير طلبتوه مني، اللي هو تحدي السكيتلز. فيديو اليوم حيكون معانا الضيف، هذا الضيف اللي دايما تقولوا لي صوري معاه صوري معاه صوري معاه. معانا اليوم بيكو. تعبت وانا استنى ورا واقول ابغى اجي ابغى اجي. هاي جايز، اليوم انا مره متحمسه. نسيتها تبدا من هي متحمسة. متحمسة. ما هي متحمسة. تابعيني يرضيكم. خايفة مرة. اتوقع انه يرضي كلهم حيقولوا ايوه، تحسين حيقولوا لا اعرفهم. يعني هي يعني مرة عذبتني في الحلقة حقتها، خلتني ما اتنفس حرفيا. شوف الحلقة حقتها ترى عذبتني. لا يقول لكم انه بريئة وما ادري ايه. لا. طب اسمعي، انت لما تعذبتي في حلقتي انا تعذبت معاكي. دحين انت لما انا اتعذب حتتعذبي معاي؟ ايوه كلنا حنتعذب، حنسوي كذا. انا ما اعتبر تعذيب انكم. انا ما عمري لويت وجهي، ما عمري جد والله ما عمري. خاف لانه زي كذا يعني شفت كل ما حد. شوفوا تخاف تلون وجهها بس ما تخاف تحط ايش حطيتي في وجهك كذا وكذا. ايش عادي، بس انه الوان خاصه بالوجه. يعني هذا وجهي، تعرفي شنو بتني انه انا برا البيت فهمتوا في الوان في وجهي زي كذا، فانا احس ابغى حمامي ابغى اتروش. لا ترى انا الا وجهي انا ايوه وجهي. anyway يا جماعه الخير، يلا خلينا نخش على الفيديو على طول. لا تنسوا تحطوا لايك اذا انبسطتوا واشتركوا في القناه، وكمان لا تنسوا تروحوا القناة بيكو شوفوا الفيديو حقها. ليتس جو. ناكل في البدايه بس شوي عشان ندوب. ايوه عشان السكر يعطينا طاقه اننا نكمل وننجو في هذا الفيديو. معانا السكيتلز الحين، اللي مو هم فاهمين شو التحدي، حناخذ مثلا حنقول فونديشن وندخل يدنا الكريمه في السكيتلز ونسوي زي الكريمه ويطلع لنا اللون فونديشن موف. شفتي؟ ما ححط شريره. بين الالوان هذه نوعا ما يعني بالوان السكيتلز، يعني ما ينفع تقول اه لا انا ما في هذا اللون او مو موجود. كلها فيه. قبل ما اكل ما تخليني اكل، تخيل تاكل تلون. في حاجه مهمه مره نسيت اقولها، انه لازم اللوك يكون حلو، يعني زاكي الوان خايسه يعني عادي، انت لازم تظبطي الوضع لما يصير حلو عشان في النهايه حنشوف مين اللي ظبط اللوك حقه. والله ما تسري قال لك وجهي تصبغ وما، فبعدين انا اسوي اشياء حلوه. كيف البنت اللي وريت لك هو؟ هي حلوه البنت. انت حلوه. طيب اول حاجه حنسويها اللي هي الفونديشن. انا هختار لك انت هتختاري لي. ما تعرفي قديش ححقد عليكي لو طلعتي لي لون وحش. يلا اختاري انت. لازم يطلع لها بيج. حتندمي. دم ازرق واخضر واصفر. اصفر مره كويس قريب من لون البشره، يعني واحد بشره مريضه بس يعني انا ما ابغى اصفر. اصفر علي حيبان مو لون البشره، خليها هي تاخذ اصفر. يا ربي احمر، ابى اخضر عشان استغل صورتك في اليوم. امانه اخضر ولا احمر نفسي كذا فراوله. يا ناس لا يا ناس قالت تقار. ها ها ايش فيني انا طالع؟ ترى خليتيني افلتها، هذا غشش. ماما انا رايحه. تخيلوني بهذا. وين تخيل قديش انا مبسوطه. واو بيكو فراوله، بيكو فراوله. انا منغازه مره. طيب بينما انت تشتغلي في وجهك الفراوله حسوي الاصفر حقي. بالله يرضيكم وانا على نياتي جابت لك تحديات سهله في قناتي. استني علي المره الجايه شوف ايش حسوي فيك. اعتبر نفسك ايوه اتشمست بزياده ولا خير احسن من لوني. انا لوني اصفر يعني حصير مريضه. اصفر اي حيندمج مع لونك. قصدك انه لوني اصفر؟ لا قلت قلت حيندمج، ما قلت لونك اصفر. ما حيندمج، ما حيندمج.
هاي الدمج. الاصفر اللي براسي كان اصفر ثاني. واللي براسك الدنو. وبتيانو تن تن ترارو ما تعرفي قديش قاعد اكرهك حاليا. انا بمصلحتك هذا الماسك مره كويس للبشره. زي الابو بعد ما يلطم عيالي ويشرشر منهم الدم. انا بمصلحتك. خايفة من كل شيء تخيله. ما ابغى يلمس ولا شيء ولا رموشي ولا عيوني ولا حواجبي ولا شيء. حرام ترى اللون الاحمر قاعد يسمعك. خليه يسمعني طز تراك وحش. تقول هاي نقهر كنا مجد حبات سكيتز بس هنا بكتب حرف الام. هنسوي الحين الحواجب. اول الشادو عشان بعدين الحواجب يبقى ايش؟ مكرونه نبرزها فوق. نبرزها اختاري يلا. ايش في بتختاري لي؟ ليك انت؟ حسيت ليمونه. وي 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 بسم الله. ايش بك؟ خايفه مره خايفه ترى ما تعرفي قديش. حواجب اورنج. نحط شادو اول مو حواجب. لا قلت حواجب. زيك حواجب اخر شيء عشان تكون بارزه فوق الشادو. اوكي. الالوان حقتك جايه متناسقه. طيب حتى اخضر واصفر متناسق. عشان تضبطي. حتشوفي والله حكون حلو. صح اوكي. لا معلش الالوان دي مره سيئه. مره سيئه اخضر واصفر لا. جد كنا حلاوه حامضه. هاي غشاشه. ايش في؟ ليش سويتي خط احمر؟ هذا شادو. شادو نو والله شادو. انت المفروض تسوي اورنج بس. طيب هذا الخط الاحمر ايش؟ فاونديشن. هذا شادو والله شادو. لما ينشف حيصير نفس اللون. اوكي خلصنا الاي شادو. احس انه يعني مو بطال يعني الالوان متقاربه جدا. شكلك زي كانك في هالوين ولابسه فرانكشتاين ذاك. ايوه صح بالضبط. هو ده الحواجب. A few moments later. هذا ليكي. نسيتي. ايوه نسيتي. هو اختاري لك. لا نختار لبعض وانت جاكي حواجب اورنج ليمونه. يلا. يا ربي يطلع لها. مشكلة كل الالوان صارخة يعني ايش اللون اللي حي يغطي ماي. موف موف. خلاص. وراكي انا قاعد يندمج الاحمر مع الاورنج كاني سويت وجهي كله. المفروض لما نسحب لون مكرر نغير. صار ما في فائدة من الفن. يعني نفس كله نفس اللون بس قاعد تفنن على الفاضي. الفن في انه انت ادوكي اشياء مره صغيره ومره صعبه وانت صح شكلي حلاوه حامضه بس يعني احس يعني لما حطيته دمجته مع الاصفر صار يباين علي. او ماي جاد اختبت حواجبك. ايوه اسمعي ترى خوف. قلت لك كنا طالع من النار. مين هذه؟ كاني هذاك شخصيه برضه اللي عنده قرنان. الشيطانة. لا المنحوت. في شخصية مع سوبر هيروز زي كذا ما ادري هو ولد مين. دحين تحط يدها وطلع لي ايش؟ اورنج ولا احمر كذا فجأة. طب اسمع لو طلع اورنج نخليه ازرق. اوه حلو بدلتي. ايه هسوي علينا يلا. اصفر. خلاص من هذه الالوان. واو انا خذيه هو؟ لا ما في غش كل واحد يسوي حقه. نبذة بسيطة عن تناحتنا. ايش طلع لي؟ اصفر اصفر. لا الا والله اصفر. الا لا ما في غش. اصفر تخيلوا تخيلوا ماني قاعد اتذكر. نمت الحين بيصوروا حلقة. اجرب اسويه بالقلم. اوه جميل جميل. وجهي صار ناشف وناعم. قولي لي اللون اللي باري بغاه. انا بس قاعد اشيل. اشيل اللي بعده يلا. قال لك اني متحمسه ومبسوطه يلا. اللي بعده راح نسوي الكونتور. كونتورك لونه اوه ازرق. لا 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 احنا غيرنا الاورنج. اصبري كنت حنشرك بالحلاوه اللي في امي. قالت لا رجعتيني تخليها ازرق. ايش هذا؟ كونتوري لونه ازرق. ما ادري شو اسمه. كونتوري لونه اصفر. احنا قلنا الاورنج. الاصفر حيصير لونه بينك. ابغى يطلع له اخضر. اي لون حيكون سيء. شجره كريسمس نسويها. اي لون حيكون سيء ما عليك. من حفره لدحديره. اوووه بينك. اه انا قلت اي اصفر بينك واي اورنج ازرق. انت كيفك تغير الوان القوانين؟
شايفه وجهي؟ اسمحي لي. طيب نستنى ران تروح بعدين نقول اسرار. اسرار ولا بتنسى الحلاوه كلها؟ ايوه صح. يا جماعه ران اقسم بالله بنت اسطوريه. لو تشوفوا شغلها والتعب اللي تتعب عشانكم ما حتصدقوه. فكلكم ماكم تروحوا تسووا سبسكرايب حتى متابعيني انا اللي جو من عندي معلش وجهي ما يساعد اني اقول ولا شيء. بس روحوا سووا لها سبسكرايب. ابغى امسكها. تمام تقدر تسويه ترى بالبشر. خلاص ابغاه اصفر. لغلغي ما لونته بكيفه. هاي نسيته قلت بينك مو لغلغ. اوكي لغلغ قال مو لغلغ. طيب هجيب فرشه صغيره عشان اصغر الخوش من الاصفر. وين شي يا اخي ايش هذا؟ بغير ارجوك يا فراوله. لا تغشي انت مو غيرتي المره الاولى. ازود بشر الحين. ما عندك امنيات؟ امنيتي اني لما اغسل وجهي ما اندم على اني دقيت عليك اليوم. وجهك كريسماس زين. نشوف بلا شريك شلونه. نبذة بسيطة عن تناحتنا الجزء الثاني. احمر. لا لا ايش اللون اللي طلع؟ اخضر صح؟ بشوف ايش حلقة. استني انا عادة لما احط البشر احط كذا وعلى خشمي كذا. هذه المرة ما حسيت كذا. زوي هذا اللي كذا. ايوه حق الزواجات. واو ران كانك زومبي. ما يترقع والله ما يترقع. دورك دورك. اتفضل يا حبيبتي. هذا في لها موفي. قال لك انه حيخرب عليك الموفي ها؟ ايوه. تحاول قدر الامكان ان هي تطلع بنق. محترم شوي. لق. خذي يا عزيزي. ما في اي محترم لما يوم شفت اللون الاحمر وانا عارف انه ما في اي لوك محترم. واو ايه الجمال ده؟ الحين راح نسوي الهايلايتر. احسها قاعده تراجع قراراتها. هذه تنهيدة شيلة الهم. احمر ترى كل الالوان عندي ما شاء الله. ايه ايه بعدين بالاصبع عشان يديكم كذا افكت طبيعي. انا دائما استخدم خشمي. دائما استخدم خشمي قال. انا دوبي اشوفك تشبهي شيء. ايوه اشبه شيء بس ما اعرف ايه. مو تشبهي احد تشبهي شيء. شيء؟ تشبهي ايش تشبهي ايش؟ ابغى اجيبه كاركتر اور سمثينغ. ايش دحين؟ الروج؟ الروج. انا متحمسه للروج احس هو اللي حيفرق مره. دحين يطلع لي احمر. تبي انه اخر واحد انت تختاري بنفسك؟ ايوه ايوه ايوه. انت خايفه مني ولا قصدك بس خايفه على نفسي؟ لو جاء احمر لا ما في. لو جاء احمر يعني احمر. لا لو جاء احمر حذف عن العين. لا ما في. ما ينفع احمر. ما ينفع وجهي احمر وكل شيء احمر صار لوني واحد. خلاص لو جاء احمر خليه بينك. لا لا من جد اتفق الحين احمر بينك ولا تبي زي ما هو؟ زي ما هو. حتنضم لفريق المريضين. اوه عشان طقم علي. استني قاعد استوعب. لا 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 عشان لو خليتيني اعيد كان ربنا ستر علي. طب نعيد. لا يوم كان علي قلتي لا. هاي اخر حاجه. يلا. من جد اكرهك من جد. يعني لون غامق افضل من اخضر. هذا طريقة الليب لاينر فيرست بعدين تجيب اللون الفاتح وتحطيه في النص. شايفين؟ في تكنيك في الموضوع والله. النتيجة الأخيرة. وبس اللي ما وصل هذا الفيديو يا رب تكونوا انبسطتوا. لا تنسوا تحطوا لايك إذا انبسطتوا واشتركوا كمان في القناة وروحوا وشوفوا الفيديو اللي سويناه في قناة بيكو لأنه حقيقي عزبتني. حقيقي حقيقي يعني حقيقي ولا شيء. وكمان تحت 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 تكتبوا لنا مين اللوك حقها أحلى. أكيد يعني واضحة وضوح الشمس. يلا باي. سلام باي. ترى حلو لو سويتي نفسك حلوة.
الثقة تخدع الناس. يقول اوف والله شكلها حلو. تحسي انه الحظ حق الالوان كله جاي عندي. ابو خذي هذا اللون خذي هذا اللون فاهمة؟ وانت قدامي كلها نفسها 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 نفسها. احس بدي احكي لبناني. الله 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 شو بك؟ ليش عملتي هيك؟ اختنا اللبنانية الحمراء. هاي كيفكم؟ طبعا انا اعطي اللوك تبعي 10 من 10 من شان الجهد ومن شان الوقت ومن شان التمسيح اللي هنمسحه دحين. يا الله يعني لما تطالعي فيه هو ما هو ميك اب ما هو شيء حلو بس تطالعي تقدر تتامل تتفرجي. لا شوفي حقك في له ارت باللاينر. والله باللاينر في ارت والله ركزوا ركزوا ايوه والله متعوب عليه كاننا كذا يعني قطع المفروض نكون ثابتين في محل او شيء. تمام